من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي. دكتور طارق أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. يعني الخوف والأمل هما عنصران أساسيان في شد عصب القومي الإسرائيلي دكتور، وخاصة بعد يعني الاهتزازات التي ضربت لربما حكومة نتنياهو وشخص نتنياهو بالتحديد. إلى أي مدى قد تكون يعني نشوة الانتصار بمنظور نتنياهو آنية مع المفاجآت التي تطلقها الفصائل المسلحة بإيصال صواريخ إلى القدس للمرة الأولى دكتور؟ هي بطبيعة الحال طبعا العملية تخدم الحكومة الإسرائيلية وتخدم نتنياهو في ظل حالة التظاهرات اللي مستمرة لأكثر من 18 أسبوع كما تعلمي، وحالة الاحتقان داخل مكونات الائتلاف، وفي ظل طبعا مزايدات كبيرة سيخرج نتنياهو منتصرا لاعتبارات أيضا متعلقة ليس بالعمل السياسي لكن العمل العسكري. لا تنسي أنك أمام وزير دفاع جديد، رئيس أركان جديد، قائد تشكيلات جدد، قائد منطقة جنوبية جديد، كلهم يريدوا أن يبنوا مجدهم العسكري، وهكذا فعلوا معظم المسؤولين العسكريين الإسرائيليين طوال أكثر من 20 عاما على حروب غزة والمواجهات مع حزب الله وغيره. وبالتالي كل هذه المجموعة الجديدة بطبيعة الحال بتنقل رسالة مهمة بالقدرة على المواجهة وخلق مناعة وطنية وإيجاد مناعة وطنية للدولة العبرية. لكن لا تنسي في مثل هذه الأوضاع يجب أن نشير إلى وجود حالة تجاذب داخل أجهزة المعلومات وخاصة جهاز الأمن الداخلي شباك وأيضا الاستخبارات العسكرية أمان حول طبيعة ما يجري، بل ورئيس مجمع موساد لي اللي هو رئيس الأجهزة المعلوماتية الخمس الرئيسة لدي اعتراضات كثيرة، وبالتالي هناك تجاذبات حول جدوى استمرار العملية، أهدافها، شخصنتها، المكاسب والخسائر التي ستعود عليها. فبالتالي في حوار أمني استراتيجي لا أحد ينظر إليه في ظل وجود نتنياهو المصمم على استمرار العملية العسكرية. التنظيمات الفلسطينية بصرف النظر عن أداء حركة الجهاد نجحت للأسف الحكومة الإسرائيلية في تكريس خلاف سيستمر ما بين حماس وبين الجهاد، كما نجحت في خلق مساحة التجاذب وتكريس الخلاف بين السلطة الفلسطينية وحماس، هكذا تفعل الآن. يعني لا أريد أن ولكن دكتور يعني اليوم نتحدث مغلقة ومسكوت عليها صحيح، ولكن دكتور أعذرني على المقاطعة، اليوم هنالك حديث عن متغيرات في الداخل الفلسطيني بين الحركات المسلحة نفسها، عن البعض حتى يعني يشير إلى وحدة لربما التنسيق ما بين هذه الحركات في هذه المرحلة. ولا ننسى هنا بأنه بغض النظر عن النتيجة لقد نجحت في كسر هيبة لربما الدفاعات الإسرائيلية، وخلقت لنقل توازن ردع جديد ما بين الطرفين. سيدتي حينما نحلل الرؤية الاستراتيجية لمواجهات سابقة نتوقف أمام ما يلي: هل تم استهداف منشآت عسكرية على الجانب الآخر؟ هل وصلت الصواريخ حتى هذه اللحظة إلى ديمونة؟ هل وصلت إلى نحال سوريك؟ هل ضربت مطارات رامون وبونغوريون؟ هذه أمور عسكرية، هل ضربت قواعد عسكرية؟ طبعا قدرة الردع للتنظيمات الفلسطينية نجحت في الوصول بالصواريخ إلى مدايات، وهذا أمر مهم في إطار المعادلة الاستراتيجية بالوصول إلى القدس. لكن الجانب الإسرائيلي يقيس هذا الأمر من رؤية ومقاربة مختلفة، الوصول إلى أهداف عسكرية واستراتيجية. أعتقد هذا هو ما يمكن أن يؤكد نجاح حركة الجهاد وأيضا الفصائل الأخرى التي شاركت في المواجهة. وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر يخضع لخطوط حمراء، حتى الآن حركة الجهاد والتنظيمات الفلسطينية ملتزمة بها، لم تتجاوزها برغم أنه جرى تجاوزها من الجانب الإسرائيلي بتصفية عناصر ميدانية من قبل يعني تابعين للجهاد وايضا تابعين لبعض التنظيمات الاخرى، والاعتبارات امنيه ربما اسرائيل لم تشر الى التفاصيل الخاصه بهذا. لكن اعتقد انه يعني تحسين شروط التفاوض والوصول الى نقطه التفاوض ستتطلب من حضرتك التصعيد، يعني ما تشاهدينه الان هو امر طبيعي لتحسين شروط التفاوض ونقلها الى الوسيط المصري بهدف. ولكن ما مصلحه الطرف الاسرائيلي من تحسين شروط التفاوض يا دكتور؟ ما الطرف الاسرائيلي متفوق عسكريا بكل الأحوال، يعني بغض النظر يعني عن الخروق التي يحدثها الطرف الفلسطيني، يعني ما الغرض أو يعني لنقل المصلحة الإسرائيلية من هذه النقطة؟
المصلحة الاستراتيجية حضرتك هي تغيير قواعد الاشتباك المستقبلية وليس في الحالية، المستقبلية بمعنى تقييد حركة الجهاد ومحاولة تحجيمها ومحاصرتها وإبعادها عن كل التوجهات أو الأولويات مع حركة حماس في أهداف أخرى للحكومة الإسرائيلية ولنتنياهو شخصيا ليروج هذا للجمهور الإسرائيلي. يعني أنا استطعت أن تكفيف منابع البنية الأساسية لحركة الجهاد، اصطياد عناصرهم الميدانية، وبالتالي فتح بنك الأهداف بصورة أو بأخرى. بالطبيعي طبيعي أتفق مع حضرتك أنه القدرات العسكرية لا وجه للمقارنة، لكن هناك في أساليب المواجهة كما تعلمي الردع والردع المقابل والقدرات الاستراتيجية ومحاولة نقل رسالة للجمهور الإسرائيلي بأنه طبعا في مراحل معينة في رسائل مهمة. المواجهات استمرت 51 يوم، فالتوقع أن المواجهة ممكن تنتهي خلال فترة وجيزة، ربما يعني هتبقى في علامات استفهام إذا لم يتم وضع نقاط وضوابط لإدارة قواعد الاشتباك الجديدة بعد هذه المواجهة. عين إسرائيل ونتنياهو والأجهزة المعلوماتية ليس فقط على وقف سياسة الاختيالات، إنما التعامل على قواعد الشباك جديدة تجاه حركة الجهاد وليس تجاه حركة حماس. حماس ستحظى بطبيعة الحال بقوائم تحفيزية نتيجة لعدم انضمامها المباشر، ولا تصدق أنها منحت قواعد منصات وما إلى ذلك، أو هناك تنسيق. هناك إشكاليات كبيرة ستطول بطبيعة الحال التنسيق بين الفصائل الفلسطينية، وسيكون لها تأثيرات على وضع الأمن في قطاع غزة، لأنه بطبيعة الحال تجاوز إسرائيل في متابعة وتصفية العناصر الميدانية رسالة أولى، لأن إسرائيل كان بإمكانها أيضا فتح ملف الاغتيالات السياسية. أنت تعلمي أنهم كيف اصطادوا وقتها أحمد ياسين في مراحل معينة والرنتيسي وقادة كبار على المستوى السياسي، لكن يبدو أن إسرائيل وضعت أولوية أولى هو التعامل مع العناصر الميدانية أولا. ربما ستكون هناك رسائل أيضا أن الجميع غير محصن، وبالتالي الاصطياد أيضا عناصر سياسية، كل ده في إطار ما يجري من ردع وردع مقابل. حركة الجهاد تصعيدها هو مهم للغاية الآن، لأنها تريد أن تنقل الرسالة بالقدرة الردع المقابل وبناء قواعد اشتباك جديدة بصرف النظر عن دعم حركة حماس أو سائر الفصائل الأخرى لها. وبطبيعة الحال في اختبار للقدرات الصاروخية، القضية مش حضرتك كم، يعني إسرائيل حينما تقول عدد الصواريخ الكبيرة هذا أمر يعني لا قيس كم بكيف، إنما قدرة هذه الصواريخ على الوصول إلى أهداف معينة خلال الساعات المقبلة هو من سيحسم عملية التفاوض على الأرض. إذا وصلت إلى قواعد عسكرية، إلى منشآت، إلى ديمونة، إلى وصلت إلى نحال سوريك، إلى وصلت إلى المناطق الصناعية، هذه رسائل مهمة. ستستطيع حركة الجهاد أن تحسن من شروط التفاوض ولا تتوقف فقط على موضوع وقف سياسة الاغتيالات، لأن وقف سياسة الاغتيالات قرار من داخل الحكومة المصغرة يوقع عليه نتنياهو ورئيس جهاز موساد، لي ليس شباك أو أمان أو أي جهاز آخر. أنت تتعاملي مع منظومة معقدة للغاية. نتنياهو يريد أن يخرج للجمهور الإسرائيلي غدا في حالة التظاهرات كما تعلمي كل أسبوع، يوم السبت مساء من 7 إلى 9 تظاهرات للأسبوع 19، ومرتب أيضا أن تجرى غدا، بأنني أستطيع أن أأتي بالردع لإسرائيل وأن أوفر المناعة الوطنية لشعب إسرائيل. وبالتالي في رسائل سياسية ورسائل استراتيجية يتبعها كل طرف، منقولة بطبيعة الحال إلى الوسيط المصري، والوسيط المصري يحاول أن يقرب من المواقف وأن يصل إلى نقطة توافق يبدأ منها ما يجري، ليس فقط مجرد ضبط المشهد، لأنه ستكون على مرحلتين، مرحلة وقف إطلاق نار، ثم بناء إجراءات ثقة، ثم إطالة أمد المواجهة. من المواجهة الأخيرة إلى هذه المواجهة المدى الزمني قليل، ليه؟ لأنه في اعتبارات عسكرية واستراتيجية في المواجهة قبل الأخيرة لم يتم مراعاتها، فبالتالي الوسيط بيتحرك في أطر محددة بقواعد منضبطة بخبرة متراكمة للمصريين في ملف التهدئة، وهي خبرة مهنية ومحسوبة وقادرة على توصيل الأهداف للطرفين. أعتقد أيضا سيقوي من هذا المشهد هو دخول الولايات المتحدة للضغط المباشر على نتنياهو وشخص نتنياهو شخصيا. أنت تعلمي أن بلينكن أجرى اتصالات ومشار الأمن القومي وويليام بيرنز مدير المخابرات المركزية، التأثير يجب أن يكون مباشرا على الحكومة الإسرائيلية للقبول بهذا، لكن التصعيد أمر طبيعي. أتوقع خلال الساعات المقبلة أن يكون هناك تصعيد مقابل، الهدف منه هو تحسين شروط التفاوض النهائية وإعطاء فرصة للوسيط أن يطرح كل فكرة على جانبها. شكرا لضيفنا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي.